كل شيء كيعرف بأن في الأول منذ البداية كنا في التشخيص ديال المرض، من بعد استمرينا حتى وصلنا كان الكشف عن المرض المبكر. كانوا عندنا 3 ديال المختبرات، اليوم الحمد لله ولا عندنا أكثر من 26 مختبر اللي هو عمومي، زائد المختبرات اللي كاينة في المؤسسات اللي تابعة للدولة، وكذلك رخصنا اليوم حتى المختبرات ديال الخواص باش يواكبوا معنا هذا الكشف المبكر. وصلنا إلى غاية اليوم 1,196,750 تحليلة. يعني إلى جيتوا تشوفوا يعني شنو هو المعدل اليومي، أكثر من 20,000 كشف اللي كنديروا يوميا باش كنديروا الكشف المبكر. فهذا رقم راه قياسي وصلنا ليه بهاد، وكيتطلب الموارد البشريه كثيره باش نواكبوا هاد المسائل، وكذلك كيطلب معدات وعينات ديال التعاليم الاخباريه. نقدروا نزيدوا نوسعوا شي شويه، ولكن اكثر من هذا كنظن هذا راه كافينا، لان المؤشر ديال الاصابات الايجابيه هو 1.7. علاش كنديروا الكشف المبكر؟ باش نوضحوا للناس، باش كنعرفوا كنبحثوا على السريان ديال الفيروس. هذاك الكشف المبكر ما كيبقاش لا نهايه له، كنبقاو غاديين كنديروا الكشف حتى كنوصلوا لواحد المؤشر ديال 0.5. ملي كنوصلوا 0.5 كنحبسوا الكشف المبكر وكنوليو كنلتجؤوا للتشخيص، كذلك بحال كنرجعوا للنقطه الاولى. هذا علاش كيصلح؟ علاش؟ لان ملي كنقولوا كنوصلوا 0.5 كنطمئنوا ان السريان ديال الفيروس ضمحل ولا قليل، يعني غنرتقيو باش نمشيو للكشف المبكر، التشخيص ديال المرض عند الناس اللي عندهم بعض الاعراض ولو تكون اعراض حميده. هذا هو تصور ديال وتتبع ديال الحاله الوبائيه بطريقه علميه، ما كنديروش غير باش نلقاو، كنديروا باش نتبعوا الحاله السريان ديال الفيروس. والمؤشر كذلك اللي كيبين لك بان واش الحاله الوبائيه تبدلت او ما تبدلتش، من هذوك اللي قلت لكم في الاول كنزيدوا عليهم ذاك المولد لو طو دو ريبرودكسيون لو ار زيرو. العالم كلشي شفتوا فيه دابا ان لو ار زيرو تبدل، المغرب بقى مستقر في 0.7، ولكن كيختلف من منطقه لمنطقه. يعني الا مشينا للشمال راه في واحد، حنا كنقلبوا على المؤشر دون الواحد. شنو هي معني هذاك الار زيرو؟ يعني ملي كيكون واحد يعني شخص يمكن له يعادي شخص، ملي كيكون 2.6 يعني 10 الاشخاص يمكن لهم يعاديو 26. هذا هو علاش كيبين لنا بان واش العدوى كتنتقل بسرعه او لا.